جمعة مباركة ويا رب يوم جميل عليكم جميعا. هبدأ حلقة اليوم بأخبار منتخب مصر للشباب والمباراة اللي انتهت بنتيجة 0-0، اللي يعني لي في المباراة دي بصراحة كنت بتفرج عليها علشان اتفرج على شباب الأهلي مين ممكن يكون ليه دور الفترة الجاية ومين لا، ولكن بكل أسف انتهت المباراة بخسارة كبيرة للوافد الجديد مصطفى سعد اللي خرج مصاب الدقيقة 40 من الشوط الأولاني. طبعا يعني بنتمنى من كل قلبنا أن الإصابة تكون حاجة بسيطة، ولكن حاجة غريبة، يعني حاجة غريبة جدا والله العظيم. لو عدت تذاكر كده التاريخ بتاع النادي الأهلي واللعيبة اللي بتيجي جديدة من نادي تاني، بتلاقي أن كل لاعب نادي الأهلي بيتعاقد معاه من دي ون إصابة. فاكرين عبد المنعم كان ماشي زي الفل ما شاء الله عليه، صاروخ فل مفيش اي حاجه، اول ما جه النادي الاهلي اتصاب وغير وغير وغيره. فده بقى خلاص بالنسبه لنا ايه ده الختم، يعني انت جيت النادي الاهلي يلا خد لك يا عم اصابه من قبل ما تلعب اصلا مع النادي الاهلي. حاجه يعني والله العظيم بجد بقى الواحد محتار مش عارف ايه السبب فيها. كان في ناس بتقول لك ملعب التاتش والتدريبات وبتاع، طب يا جماعه اللاعب اتصاب اليوم على ملعب الماكس، فالموضوع ملوش علاقه بارض ملعب ولا حاجات زي كده. بجد الواحد مش عارف الموضوع ليه علاقه بايه. فده للاسف الخبر اللي مش ظريف جدا في مباراه اليوم. لما اتفرجت على المباراة يعني فعليا ما ينفعش تقول ان في لاعب سوبر ولا لاعب ده قوي جدا ولا اللاعب ده جامد قوي وانت هتعتمد عليه الفترة اللي جاية، ولكن ابرز اللاعبين بالنسبة لي انا كنادي اهلي هو غريب. لاعب كويس، تحركاته كويسة جدا، تمركزه كويس قوي وعينه حلوة وبيعرف يستلم الكرة تحت ضغط وبيعرف يتحرك بالكرة كويس قوي، حتى لو مضغوط عليه واحد على واحد بيعرف يعدي ويفوت، لاعب مهاري، ولكن ينقصه الفنش، يعني الفنش بتاعه مش أحلى حاجة، في أكتر من كرة ضاعت يعني هو شاطط على المرمى، ولكن أنا بتكلم على اللاعب الفنشر اللي يخلص لا طبعا للأسف الحتة دي مش موجودة في غريب. محمد أشرف عجبني جدا جدا بصراحة، محمد أشرف لاعب جريء قوي، اتكلمت عليه وقت ما كان ماتشات النادي الأهلي اللي لعبناها الأخيرة في نهاية السيزن. اللاعب ده عنده شخصية الأهلي، لاعب راجل، لاعب واقف على رجله كده وتحس ان عنده ثقة جامدة جدا، وبصراحة عرضياته دواء. انا من وجهة نظري بشوف ان الأوفرات اللي بيرفعها اشرف كويسة جدا، فمن وجهة نظري بشوف انه ممكن يكون بديل كويس يعتمد عليه في الفترة اللي جاية. ده كل اللي احنا استفدناه من مباراة اليوم، غير كده مفيش اي حاجة، مباراة دون المستوى بصراحة، ولا حتى مباراة مركز شباب ما كانتش يعني مفيش بصمة نقدر نقول ان بان بصمة للمدرب الجديد. نتمنى التوفيق فيما هو قادم. بالنسبة لأخبار النادي الأهلي كان في راحة سلبية اليوم وإن شاء الله هيعودوا التدريب غدا. الناس اللي بتسألني ليه أنا بتكلمش عن صفقات النادي الأهلي ومش مهتمة بالقصة، لا هي مش عدم اهتمام ولا حاجة، ولكن وانس النادي الأهلي أعلن عن الصفقة، وده كلام أنا قلته قبل بحلقات كتيرة جدا، أنا هتكلم بعد الإعلان. يعني إيه اللي أنت تستفيده لما أقولك دلوقتي إن النادي الأهلي مخلص في صفقتين، في واحدة فوق السن مع الفريق الكبير وفي واحدة تحت السن، فأنت استفدت إيه؟ ولا حاجة. هفضل أديك يعني طرح لبعض الأسماء، في حاجات بتبقى مؤكدة، أخبار بنبقى متأكدين منها، وفي أخبار بتبقى تخمينات أو اجتهادات. فبالتالي أنا ما بحبش أتكلم على قصة الصفقات دي علشان ما نشتتش الناس. وقت ما النادي الأهلي هيعلن أكيد أنا هتكلم عليها، لو ما كنتش عاملة حلقة أكيد تابعوني على تويتر وعلى الفيسبوك بيج، هتلاقوني طبعا بنزل لكم على طول صفقات النادي الأهلي. قصة مصطفى شلبي خلصت خلاص والموضوع اتقفل من فترة كبيرة، أنا قلت لكم إن القصة خلاص خلصانة. النادي الأهلي ابتدى يفكر بشكل تاني ومختلف وإيجابي من وجهة نظري، إنك أنت تبص بره وتجيب لعيبة صغيرة في السن من بره، ده أحسن بكتير من أنت تجيب لعيبة مغالة قوي في سعرها وفي ثمنها، ومع كامل احترامي كل اللعيبة ولكن الدوري المصري ما فيهوش اللاعب اللي أنت تدفع فيه كل الملايين دي. وفي ريحة نادي الزمالك دخلت في الصفقة، فعايز أقول بألف هنا وشاف احنا ما عندناش مشكلة خالص، خش وعلي يا عم الحاج، النادي الأهلي بيجيب صفقات مش مضروبة، النادي الأهلي ما يجيبش صفقات زي صفقة سامسون اللي احنا نتكلم عليه دلوقتي. طيب قبل ما نتكلم على اخبار نادي الزمالك اللي ليها نصيب الاسد بحلقه اليوم، نظرا للكوارث اللي بتحصل داخل نادي الزمالك، خليني بس اطمنكم على سافيو وعلى الحوار اللي حصل من يومين وقصه ان اللاعب اترحل وقصه ان اللاعب خلاص اتوقف وسافر وبلا بلا بلا والكلام اللي مش حقيقي، والشخص اللي طلع على التلفزيون في احدى القنوات اللي هي مش عايز اقول فرز تاني ولا تلاقي مش فرز اصلا، هي غير مصنفه، لما تطلع شخص وتقول ان ده رئيس لجنه حكام ولا وات ايفر بقى الكلام اللي عنه، وطلع الراجل قال لك لا خالص انا ما قلتش كده وانا ما عرفتش عن حالي ان انا ده انا رئيس رابطه. يعني عارفين يعني ايه رئيس رابطه؟ يعني حبه ناس
عملوا رابطه وبقيت انا بقى رئيس الرابطه، فبقى انا بقول رايي. رئيس رابطه للدفاع عن الحكام، الراجل عايز يجيب حق الحكام فهو رئيس رابطه مش اكتر. فبالتالي الكلام ده مش كلام رسمي من الاتحاد البوليفي ولا حاجه، فما فيش الكلام ده خالص. المفترض والصحيح في لائحه القانون البوليفي ان اللاعب اللي بيتوقف 3 مباريات ده بيتم تنفيذ العقوبه عليه داخل بلده، لكن لو اكتر من 3 مباريات يعني 4 او اكتر، فالعقوبه دي بتمتد حتى لو اللاعب ده اتنقل من الدوري بتاعه الى دوري في بلد اخرى. فبالتالي لحد دلوقتي احنا ما عندناش اي مشكله، ده اللي احنا عرفناه وده اللي احنا اتاكدنا منه من اللوائح القانونيه. فبالتالي ما وصلش النادي الاهلي اي اخبار تانية، واي شخص يطلع يقول لك يا رئيس اتحاد بوليفيا احنا بنصدق، ولا انا رئيس الفيفا، فاي كلام عبيط بيتقال في التلفزيون. يا ريت يا جماعه ما ننقلش الاخبار دي الا لما نكون احنا متاكدين من مصدرها الصحيح. النادي الاهلي هيلعب مباراه السوبر بدون لعيبه الشباب نظرا لانضمامهم للمنتخب الاولمبي. هيكون عنده مباراه طبعا في تصفيات امم افريقيا، فبالتالي اللعيبه بتاعتك الشباب مش هيكونوا موجودين. رابطه الانديه بتدرس اقامه لجنه انضباط خاصه بها. يعني انا بصراحه بالنسبه لي الموضوع ده غريب جدا، مش فاهماه. اللي بيقول لك كده في مثل المركب اللي ليها رئيسين بتغرق، فتخيل انت هو مش رئيسين، هم 7000 ريس ويريد فيهم واحد اصلا عليه القيمة. كل الناس بسم الله ما شاء الله لا يفقه شيء، وبصراحة يعني قاعدين على الكراسي منظر. فان انت تعمل لجنة انضباط خاصة باتحاد الكورة وبعدين لجنة انضباط خاصة برابطة الاندية، انا شايفة ان ده عك وكلام مش هيخلينا نتقدم للامام في اي حاجة بصراحة. هي مجرد فلوس بتصرف على الفاضي، وعارفين زي ما قلتكم كده ب50,000 جنيه تباشير ابيض، اصل ابيض الوان. على ذكر التباشير خلونا بقى نتكلم على التباشير بتاع نادي الزمالك. بالحقيقة أنا مش عارفة أبدأ منين، أنا مش عايز أطول عليكم الحلقة، ولكن يعني أبدأ بالتيشيرت المنحوتة نحت. أنا مش عايز أقول مسروقة، مسروقة دي كلمة بسيطة، يعني أنت ممكن يعجبك حاجة فتسرق منها جزء وتحط التاتش بتاعك، يعني تبقى كرييتيف كده شوية. ولكن التيشيرت السكند تيشيرت بتاعت الزمالك فعليا منحوتة نحت من التيشيرت بتاع ريال مدريد. فيا جماعة والله العظيم عارفين لما اللي هو إيه لسان حال جماهير الزمالك، حصل يا باشا بس هنكر. هو انتوا كلكم عارفين انها مسروقه والتيشيرت الاوريجينال قدام عينيكم شايفينها، بس انا هنكر يا باشا وهفضل اقول عليها عظمه. ولا اتكلم على اكبر سرقه وسمسره في تاريخ الكره، يعني ما عداش عليا حاجه زي دي قبل كده. اللاعب سامسون، لاعب كاراكاس الفنزويلي، اللاعب اللي بيمشي ويروح مجاني، يعني هو يا عيني من كتر ما هو مسكين بيسلفوه لبعض. اللاعب بقى رايح جاي كده، خد يا عم ده وهديك فوقيه بطين، طب خد وهديك رغيف عيش كده الكبير الحلو اللي بجنيه ونص ده. فاللاعب اصلا هو بيروح من هنا لهنا لهنا مجاني، جابوا نادي الزمالك ب1,200,000 كلها سمسره وكلها ضحك على الدقون. لا وايه بالاخير قال لك معلش انا كنت جايبه علشان اسجله تحت السن، واللاعب اكبر مني اصلا. فالموضوع بجد مسخره ومهزله ما حصلتش قبل كده. وفي كلام كتير جدا جدا ان انتوا رجعوا الصفقة وهاتوا فلوسنا علشان دلوقتي في مشكلة حاصلة، والنادي قال لك لا أنا عايز تعويض عن اللي حصل، واللاعب قال لك أنا عايز كامل عقدي. فبجد فضيحة ومهزلة. وشكرا يا أمير، الناس كلها اللي عمالة بتشكر أمير وتقول أحسن مدير كورة ولا مدير تعاقدات ولا أحسن إنسان في الكوكب، ابن أحسن رئيس نادي. ثانك يو أمير على اجتهادك العظيم، يعني دمت فخرا لنا. ولسه مكملين معاكم في اخبار نادي الزمالك. انفع بقدم برامج منوعات ولا ايه؟ تقريبا كده احنا هنقلبها برنامج منوعات بسبب اخبار نادي الزمالك. غرفه فض المنازعات بالفيفا ترسل خطابا رسميا لنادي الزمالك تطلب فيه وثيقه لعمليه انتقال سيف الدين الجزيري من المقاولون العرب الى نادي الزمالك بحد اقصى 16/10. مساء الفل يا زمالك، انتوا كنتوا فاكرين ان الموضوع هيتطبخ وهيترمخ علشان احنا عندنا اتحاد بسم الله ما شاء الله جميل جدا ونزيه جدا، ولكن الضربه جت من الخارج. وفعليا فعليا لولا تحرك خارجي من ممثل الافريقي التونسي ما كانش اي حاجه هتحصل في قضيه الجزيري. خليني اقول لكم على الخبر الاخير علشان بجد كفايه عليكم كده، الحلقه هتبقى طويله قوي. مديونات او مديونيات نادي الزمالك والفضيحه الكبيره نقلا عن الاستاذ شبانه وكمان الاستاذ عامر العميره، هم اللي فجروا الموضوع. استاذ شبانه اتكلم فيه واستاذ عامر العميره هو اللي اتكلم عليه لائحيا. فخليني انقل لكم الخبر بناء على مصادره طبعا علشان لازم يكون في شفافيه في الموضوع.
القصة وما فيها. نادي الزمالك بالملايين، مدان لثلاث جهات، للاتحاد، ضرائب وتأمينات، ونقابة المهن الرياضية. طبعا كلنا عارفين ان نادي الزمالك مديون لاتحاد الكرة بحوالي 78 مليون حاجة زي كده، تقريبا داخلين في 80 مليون. حط عليهم كمان في 58 مليون او 59 مليون لنقابة المهن الرياضية. الجديد بقى اللي فجروا الموضوع الجديد اللي فجروا استاذ شبانة، ال 130 مليون ضرائب وتأمينات دي بجد الرقم او التوتالي كده، ده الرقم اللي هيودي نادي الزمالك في حتة تانية. استاذ عامر العمايرة اتكلم في الموضوع بشكل لائحي قوي جدا، صراحة انا ما عنديش علم كبير باللوائح والقوانين. قال في حالة صحة ما قاله الإعلامي محمد شبانة بأن هناك حجز على أرصدة الزمالك بقيمة 130 مليون جنيه لصالح مصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية، سيكون النادي خالف المعايير الإلزامية للحصول على رخصة الأندية وفقا للكتالوج أو لكتالوج عقوبات الكاف في قيام النادي بإخفاء حقيقة عدم احترام أي شرط من معايير إلزامية، يتم فرض غرامة $10,000 على النادي واستبعاده هذه النسخة أو النسخة التالية اللي يشارك فيها الزمالك. يعني أنتم متخيلين، أنتم متصورين اللي بيحصل ده؟ فعلا فعلا كارثة كارثة. هم عمالين بيطبخوا من هنا ويزبطوا من هنا، والورق ورقنا والدفتر دفترنا والإمضة بتاعتنا والختم في الدرج، وسبحان الله تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. مشكلة كبيرة جدا، يا ترى هيطلعوا منها ازاي؟ بس كل الهيصة دي اوعى تنسيك ان مرتضى منصور غلط في الدكتور محمد مختار وقال عليه عيل كذاب، ولحد دلوقتي هو بينام في بيته على المخدة. هختم حلقة اليوم بقصة مصطفى الزناري. في مخالفة ولا مفيش؟ دي حاجة احنا مش هنقدر نثبتها بكل أسف. هل الزمالك أيد مصطفى الزناري في القائمة الإفريقية بعد قيده أو بعد غلق باب القيد ولا لأ؟ احنا مقدرش نقول. النادي الزمالك أعلن بعد غلق باب القيد الإفريقي بحوالي أسبوع، ولكن نادي الأهلي صفقاته كلها بتبقى تمت من قبل فترة وبنعلن عنها مثلا بوقت بقى بعد بأسبوع أو حاجة. فهل نادي الزمالك نفس الكلام؟ ممكن جدا يكون نادي الزمالك كان جايب الصفقة، والفيلم الهندي اللي عمله أمير ده وأنا ما عنديش لعيبة وهم بس 11 لاعب ده زائد 3 جول كيبرز والكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله، ده كان فيلم وحدوتة بس الاستعطاف فيتوريا والاتحاد علشان هو عايز اللعيبة بتاعته في المباراة اللي لحد دلوقتي بيحاولوا يأجلوها، وهي مباراة يعني والله العظيم لو أنا رحت لعبت فيها هكسبهم، أصلا فريق يعني مع كامل احترامي ليه ضعيف جدا جدا. فبالتالي أنا ما أقدرش أقول فيه تزوير ولا لأ. إن كيس إن فيه تزوير عادي جدا، لسه قايلة لكم إن الختم في الدرج والورق ورقنا، مفيش مشكلة خالص. اللعب في الأرقام وفي التواريخ دي حاجة سهلة. دي كانت موضوعات حلقة اليوم، أشوفكم على خير. Thank you.